ما بشربش حاجه ليه يا متر؟ متر اهلا اهلا، نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا، عن جد بيروت نورت كتير. منوره باهلها. اهلا، يعني هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك، بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 يا جماعه، احنا لازم كلنا كده. اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي لنا دي تومي. نعم اوكي. بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. الو كيفك؟ ماشي الحال. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا. عمر ايه ونيلة ايه؟ لا اساسا ولد كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيرة انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انتي متضايقة انك خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ يا بحياتك قلت انتيني شيرين، انا ما بحبها اساسا، حاسة كتير بتغار مني ولئيمة لئيمة لئيمة. يعني سوري اذا عم بحكي عنها هيك هلا. لا 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 لا، بتحكي ايه؟ ده انت بتحكي زي ما انت عايزه، دي شخصيه زباله اصلا، وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بوبي انا من يوم ما شفتك يا بوبي مش شايف حد في الكون، صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي، هقول لك كل حياتي ملكي. عن جد؟ عن جد؟ طبعا عن جد، انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله. طب انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس وعمر وشيرين؟ توصف الناس، الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكرة الأرضية؟ حسي الموقف اللي انت فيه ده انا مليهولك في 10 ايام. كتير مبسوطة كتير. الحمد لله يا حبيبي. انت مش جعانة صحيح؟ كتير جعانة كتير. معقولة؟ وليد ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء، ايه رأيك؟ كتير شفت عز قبل كده؟ اه. فين الشوربه؟ انت هتستهبس، روح هات الشوربه. مش معقول حد يموت عليا معقول. بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما ان يعني نحن عارفين بعض كتير وماسين. اه كتير حلوه. اه انا بدي اقول لك سر كتير حلو. قولي. انبسط فيه كتير. قولي. بتعرف ان انا مستحيل تغرق؟ بتتكلمي بجد؟ عن جد عن جد. ليه واخدة بطولات سباحة مثلا؟ عندي عوامتين بنتخن 4 مرات في السنة. طب خلاص، هو انت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في البسين، ده احنا في البسين. بوبي 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 اطلعي خلاص نفسك يا ماما، ده انت غطاسة رهيبة. بوبي البيت ماتت ولا ايه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. ولد عم ابراهيم بسرعه هو واولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى، انا جعان. هتعصيب يا دولين تسيبك منها. هاي هاي هاو ار يو فاين؟ منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي، ها؟ وقلتوا في ليله امانيا لا لا للنهارده. لا انا هطرح بيتكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبة لكم هيبقى قطع عيش للأمانة. يعني النهاردة آخر ليلة بالنسبة لي في العزوبة، بكرة إن شاء الله هتجوز. هتجوز ست مش عايز أتكلم عليها كتير، بنت بيت، بنت أصل، متربية، هتنسيني كل التفاهة وكل السفالة اللي أنا عشتها في حياتي اللي أنتم منها طبعا. هبتدي أكون رجل محترم، وبالتالي هكون في بيتي محترم، بيتي هيبقى لي تقاليد، ما عنديش زيارات، مش عايز حد فيكم يتكلم في التليفون، لان اصلا مش هيبقى فيه تليفون في البيت. هو تليفون واحد من 9 لـ10 وللمقربين قوي، فيا ريت ما تحرجوش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى مش ليكم، بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه، بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره انا عامل ايه في بيتي. هضطر اطردكم، انا اسف. يلا جو اوت. يلا بره 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 بره، كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت، يلا قومي. قاعده ليه؟ ما كلهم خرجوا، ده انت رخم قوي. يلا في داهيه. بيت كده ينضف يبقى في ست وفي راجل، ومش راجل عادي، سيد الرجاله. توكلنا على الله. الى الجواز. انا يعني مش هبقى قاسي للدرجه دي، هحبها، بس الاصول اصول، هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا
يا بوبي والله والله يا بوبي، وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا حياتي. بس مش عجباني بوبي، خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي، انا بغير المقاس 4 مرات في السنه مع كل فصل قياس شي. هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مره. باي. بوبي، ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني ايه كوزين؟ ابن خالتي سهيل. سهيل، بس سبحان الله لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. ايه، ما انه كان باستراليا وهلا رجع، بس مخانق مع مرته، عنده مشكل كتير كبير، كنت عم حل المشكل. طبعا طب بس بذمتك حد يحل المشكل؟ الساعه 4 الصبح. شبيك تامر شبيك. لا مفيش حاجه، انا بتناقش معاك. بدك تخنقني شيء؟ لا اخنقنك شيء ليه، ده انا اعمل لك بطيخ، احنا بنتكلم عادي. ايه سهيل، سلمي لي على الجيتار. يا حبيبي اعمل لي ميس كول بليز وقت توصل على البيت. بيزو بيزو. هو دلعوا بيزو غير سهيل؟ انا مش فاهم، عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتخبل؟ شو بتهبل؟ وانا يا دلي يا دلي على هالغرفة. وانا يا دلي يا دلي على هالدرج. نطت نطيت، شو هالمسحة؟ وأنا هيدي جوزك؟ ايه. يا دلي يا دلي يا دلي، يلا حبيبي رح اشتاق لك كتير كتير. وأنا كمان. لا مش حنبوس، حنبوس هالباب. يا دلي يا دلي على هالباب. بوبي، ممكن أعرف مين الأفندي اللي بيلحس الأبواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانت ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني. كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتي. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تامر شبيك. بدي اعطيك لستة يعني بس لاقي كوزين تاتي. حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش. كان عنده مشكل مع امي، عم بحل له المشكل، ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزين تاتك على راسي من فوق، وربنا يخليكوا تحلي مشاكل اهلي، فرفشي بقى كده. قوم اعمل لي ليموناد. حاضر حاضر حاضر. ثلاث معالق سكر. عيوني لسه قاعد معاكي حالك، جاهز في التلاجة. تعال ندردش. جابت شي تعسيب. ايه سهيب، وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مسكول. اوكي حبيبي. بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت انت بتعزي سهيب اكتر من سهيل، لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو، ده قلت له 5 بيزو. انا بحب البيزو مع اني مش عارفها، بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده فرفشي. انت بتبرقي لي كده لان اقوم اعمل لمو. انا كتير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبه قلبي مرسي مرسي كتير انك اجيت، ان شاء الله رح تتكرر. اكيد اكيد، والله مشتاقين كتير. بعرف، وانا كتير مشتاقه. يلا باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي حبيبتي. باي باي. بوبي. نعم. شو شو في بوبي؟ بوبي بوبي، ما في عندك غير بوبي، دخيلك فوت نام. يطلع مين ده ان شاء الله؟ سهيل ولا عقيل ولا مين بالظبط؟ شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل الباب وتربسه، ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني، انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك، افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه، مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه، اخدك افسحك يومين في اي حته وامري. ايه هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعنايا ده؟ شوفي انت بتخونيني يا بت. شو بتخونك؟ جنيت انت شي؟ جنيت انت شي؟ بتلعب المزرعه السعيده مع شاب غريب في وسط الليل وبالايباد اللي انا جايبهولك بفلوس يا خاينه؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريف اشرف منك ومن اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايباد؟ طب تعالي بقى انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه واطيه. لا تعالي. دخيلك ما تمرمطنيش. ده انا همرمطك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي، انت طالق طالق، فاضل كام واحده كده؟ واحده. طالق يلا قولي بالسلامه. ما تمرمطنيش. قرف تتخينه، راجل طالع راجل نازل،
مش مضايقني وجودهم، اللي مضايقني ان مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب، طلقت الوليه قوانطه.